بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، درسا جديدا من دروس اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. طبعا هذا الدرس هو عبارة عن إكزيرسيس، تمارين تعتمد على الفهم والترجمة. المقصود في ذلك أن هذه التمارين يجب أن نقرأها، نفهمها كي نستطيع أن نحلها. يعني لا يوجد لها قاعدة، ولكن تعتمد على أنه أفهم التمرين وأعرف ترجمته، عند ذلك أستطيع حله. طبعا هذه التمارين هي جمعنا هذه التمارين من دوسيه 1 ودوسيه 2، يعني من البحث الأول والبحث الثاني، ليست مقتصرة على البحث الثاني ولكن من البحث الأول والبحث الثاني. يقول تمرين: كومبليتي لي فراز افيك لادجكتيف كي كونفيان. طبعا التمرين يأتي في الامتحان اختيار من متعدد، يأتيكم جملة ومقابلها ثلاث كلمات، يجب أن نختار نحن الصفة أو الكلمة المناسبة للفراغ. Complete les phrases avec l'adjectif qui convient. أكمل الجمل بالصفة المناسبة. Fabuleuse. يجب أن نعرف ما هو معنى كلمة fabuleuse. Fabuleuse هي الصفة من كلمة فابل، يعني بمعنى أسطوري، يعني شيء هيك أسطورة، خيالي. أتروس فظيع. جينيال عبقري. ملتي كولور متعدد الألوان. بلو فيو ماطر. Stupéfiant, مدهش، غريب. الجملة الأولى: Je ne t'ai pas reconnu. C'est فراغ. Comme tu as changé. برأيكم ما هي الكلمة المناسبة لهذا الفراغ؟ أولا يجب أن أفهم معنى الجملة كي أستطيع أن أضع الفراغ. من يستطيع؟ هل بإمكانكم أن تترجموا الجملة؟ من يعرف؟ طيب سأترجم الجملة. Je ne t'ai pas reconnu. أنا لم أعرفك. فراغ، سي فراغ. كم تغيرت. ما هي الصفة المناسبة لهذه الجملة؟ هل هي أسطورة، أسطوري؟ هل هي فظيع؟ هل هي عبقري؟ هل هي متعدد الألوان؟ هل هي ماطر؟ هل هي مدهش أو غريب؟ ما هي الصفة المناسبة؟ مدهش أو غريب. تمام. Stupéfiant. Je ne t'ai pas reconnu. أنا لم أعرفك. C'est stupéfiant. غريب. Comme tu as changé. كم تغيرت. مدهش. كم تغيرت. إذن الجملة الثانية. أينشتاين. بتعرفوا أينشتاين عالم فيزيائي. Un physicien. هو عالم فيزيائي. أينشتاين est un physicien. فراغ. ما هي الصفة المناسبة؟ بدنا سرعة. جينيال عبقري. جينيال. برافو. جينيال عبقري. أينشتاين est un physicien génial. إذا أينشتاين هو فيزيائي عبقري. لاحظوا كلمة عبقري صفة مذكر وافقت الاسم المذكر. الجملة الثالثة: Cet accident était si فراغ que j'en tremble encore. Cet accident était si que j'en tremble encore. هذا الحادث كان جدا لدرجة أنني ما أزال أرتجف. هذا الحادث كان لدرجة أنني ما أزال أرتجف. ما هي الصفة المناسبة؟ فظيع. بالفرنسي بدنا أي الكلمة المناسبة؟ من فرنسي. أتروس. Cet accident était si atroce que j'en tremble encore. هذا الحادث كان جدا فظيع لدرجة أنني لا أزال أرتجف منه. إذن الآن وضعنا ستوبيفيان، وضعنا جينيال، ووضعنا أتروس.
ست توال، ست توال، هذه اللوحة. اي هذه اللوحة تكون فراغ. كيل الادجكتيف كي كونفيان؟ ما هي الصفة المناسبة؟ يلا، هل نستطيع، هل نضع ماطر؟ هل نضع أسطورة؟ أم ملتي كولور؟ ملتي كولور، إيش يعني ملتي كولور؟ متعددة الألوان. سيت توال، هذه هذه اللوحة إي ملتي كولور، هذه اللوحة هي متعددة الألوان. بقي لدينا صفتان، لفيو ماطر وفابيلوز أسطوري. سيت ميزون، سيت ميزون، هذا المنزل. إي يكون فراغ avec son jardin et ses terrasses. Cette maison est avec son jardin et ses terrasses. ماذا نضع؟ ما هي الصفة المناسبة؟ هل يمكننا أن نقول هذا البيت ماطر، يكون ماطر؟ أكيد لا. ما هي الصفة المناسبة؟ يلا. أسطوري. Fabuleuse. Fabuleuse. إذن أسطوري. هذا المنزل أسطوري، يعني شيء أبهى. avec son jardin، مع حديقته، et ses terrasses، وشرفه، شرفه يعني البلكونات التي لهذا المنزل. اذا بقي لدينا الجمله، الكلمه الاخيره هي bleu vieux. il fait mauvais، il fait mauvais، الطقس سيء. le temps، الطقس، et يكون bleu vieux، ماطر. bleu vieux، ماطر. اذا il fait mauvais، le temps est pluvieux. هذه الجمل إذا أتتنا في الامتحان يجب أن نعرف أن نترجمها، نعرف نفهمها، لنعرف نختار الكلمة المناسبة. Vous avez compris؟ مفهوم؟ تمام. إذا exercice numéro 2، التمرين رقم 2. Complétez les phrases avec les mots suivants. أكمل الجمل مع الكلمات التالية. Pollution، pollution، تلوث. احفظوا الكلمات. Pollution، تلوث. شان، شان، غناء. بوي، بوي، ضجة أو ضجيج. سامبل، بسيط. سامبل، بسيط، بسيطة. ناتور، طبيعة. ناتور، طبيعة. شان دو بلي، شان دو بلي، حقول القمح. حقول القمح. الجملة الأولى. La vie à la campagne est très. La vie à la campagne est très. ما هي الكلمة المناسبة هنا؟ ما هي الكلمة المناسبة التي تناسب هذه الجملة؟ يلا. La vie à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire la vie؟ الحياة. À la campagne، في الريف. Être، تكون جدا. Simple، بسيطة. Simple، simple، بسيطة. الحياة في الريف جدا بسيطة. إذن الجملة الثانية. Je ne supporte pas le. لا، le هون للمفرد مذكر. لا نستطيع أن نضع حقول القمح ولا نستطيع أن نضع الطبيعة لأنها كلمات مؤنث وكلمة جمع. Je ne supporte pas le. Je ne supporte. أنا لا أتحمل. أنا لا أتحمل. لا أتحمل ماذا؟ يلا، ما هي الجملة المناسبة؟ بغوي، الضجة. بغوي. هلا الضجة ممكن طالب يقول إنه هاي مؤنث. هي بوي هون مذكر بمعنى ضجة أو ضجيج. إذا الضجة في اللغة الفرنسية مذكر، إذا الجملة صحيحة بوي. طالب راح يقول لي يا أستاذ أنا طيب ممكن حط التلوث، التلوث مؤنث. لاحظوا كل اسم ينتهي بسيون، سيون يكون مؤنث. إذا بوليسيون مؤنث وليست مذكر. Je ne supporte pas le bruit. أنا لا أتحمل الضجيج. J'adore flâner dans les. J'adore flâner dans les. لاحظوا هنا لي جمع، لي جمع. إذا طلعنا نحن هذه الكلمات، هذه مفرد وهذه مفرد ومفرد، هون صفة، مفرد هنا جمع. إذا الكلمة المناسبة هي champ de blé. champ de blé. j'adore flâner. j'adore flâner. إذا بعض التمارين ممكن أن تعتمد على الفهم. لاحظوا هنا le مفرد مذكر وضعنا pourri. هنا بعد فعل الكون يكون صفة وضعنا صفة. هنا بعد اللي جمع فوضعنا شان دو بلي. جادور، أنا أحب، أنا أعشق فلاني التنزه دون لي شان دو بلي، في حقول القمح. جيكوت لو،
des oiseaux. J'écoute le. أنا أنصت. أنا أستمع. Le فراغ des oiseaux. الطيور. أنا أستمع إلى. إلى ماذا؟ ما هي الكلمة المناسبة؟ لغناء. نعم. كلمة المناسبة. أستمع إلى غناء. غناء. شان. 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 J'écoute le chant des oiseaux. أنا أستمع إلى غناء الطيور. إذن chant وضعناها pluie, sable, chant de blé. بقيت لدينا كلمة nature طبيعة وكلمة pollution تلوث. La فراغ me gêne. Me gêne. Me gêne يضايقني. يضايقني. هل أقول الطبيعة تضايقني أم أقول التلوث يضايقني؟ ما هي الكلمة المناسبة؟ التلوث يضايقني. بالفرنسي الكلمة اقرأيها بالفرنسي. لا بوليسيون. يلا اقرأي الكلمة. بوليسيون. تمام. لا بوليسيون. لا بوليسيون. التلوث مو جن يضايقني. بقيت لدينا الجملة الأخيرة. On découvre. On découvre. نحن نكتشف. La nature. الطبيعة. Généreuse. الكريمة. Et accueillante. Accueillante. هنا طبعا في عنا T. ناقصة حرف T. Accueillante. والمؤنسة. On découvre. نحن نكتشف. La nature. الطبيعة. Généreuse. الكريمة. Et accueillante. والمؤنسة. هذان التمرينان يعتمدان على الفهم والترجمة. طبعا كيف بيجينا السؤال في الامتحان؟ Example d'examen. Choisissez la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. Einstein est un physicien. Einstein est un physicien. يجب أن أعرف ما معنى هذه الكلمة. Einstein est un physicien. يأتينا ثلاث كلمات. Génial. Génial. Plus vieux. Génial. لاحظوا. Génial, صفة مفرد مذكر. Génial, صفة مفرد مؤنث. Le vieux, بمعنى ماطر. ما هي الكلمة المناسبة هنا لـ Einstein est un physicien من هذه الكلمات؟ طبعاً كلمة ماطر مستحيل تصير هون مع Einstein. تمام؟ في عندنا كلمة Génial هذه وGénial هذه. Génial هذه مفرد مذكر وGénial مفرد مؤنث. ما هي الكلمة المناسبة؟ Génial مفرد مذكر. تمام. Génial. لاحظوا بدون E. هكذا نحل في الامتحان. مثال آخر. Je ne supporte pas le. Je ne supporte pas le. أنا لا أتحمل. أنا لا أتحمل. Le. لاحظوا ركزوا على le. Le هنا يجب أن يكون الاسم مفرد مذكر. فلدينا nature, pluie, champ de blé. Nature, pluie, champ de blé. ما هي الكلمة المناسبة؟ Nature. نعم ناتير. طيب هلا اذا اعطينا ناتير ما هو معنى ناتير؟ ما هو معنى ناتير؟ ناتير طبيعه. الطبيعه كل اسم ينتهي لاحظي كل اسم ينتهي يغ يغ يكون مؤنث وعندنا لو تستخدم للمذكر للمفرد المذكر فاذا كلمه ناتير لا يمكن ان نضعها هنا. شان دو بلي لاحظوا شان دو بلي حقول القمح جمع هاي يجب ان يكون هنا لي فاذا الكلمه المناسبه هي بوي. بوي لاحظوا مفرد مذكر. أنا لا أتحمل الضجيج. أنا لا أتحمل الضجة. بوي مفرد مذكر. المثال الثالث. La vie à la campagne est très. La vie à la campagne est très. ما هي الكلمة المناسبة؟ Multicolore, simple, atroce. يجب أن نعرف أن ترجمت هذه الكلمات. ملتي كولور. ما هو ملتي كولور معناته؟ ما هو معنى ملتي كولور؟ ملتي كولور متعدد الألوان. متعدد الألوان. تمام. سامبل بسيطة. بسيطة. أتروس. أتروس فظيع. فظيع. تمام. ما هو الكلمة ما هي الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ لا في. لا في الحياة على كامباني في الريف إتري جدا جدا إيش؟ سامبل. سامبل بسيطة. برافو برافو. سامبل بسيطة. لا في على كامباني اي تري سامبل. طبعا هذا هو التمرين. هكذا يأتينا التمرين في الامتحان. هل هناك أي صعوبة في حل مثل هذه التمارين؟ تمام. بارك الله فيكم. يعطيكم العافية.
جوفوري ميسي. أشكركم.